نبقى في السياق، في نفس السياق والمتعلق بالحج. تعيش عائلة بوستة على أعصابها منذ تلقيها نبأ فقدان والديهما في حادث تدفع الحجاج بميناء. الساعات تمر والأيام تتوالى ولا جديد يذكر في قصة العائلة. هاجر زليلف وأسامة حج تنقلا لبيت الحاجين ونقلا حالتهما المأساوية بعد مرور 12 يوما على انقطاع الاتصال بهم. لا خبر ولا جديد عن الحاج عبد القادر وزوجته، فمنذ صبيحة العيد لم يسمع لهما صوت ولم يظهر لهما أثر. كان الأمر عاديا، اتصال هاتفي صبيحة العيد اطمأن الأهل من خلاله على حالة الوالدين، وبعده مباشرة انقطع التواصل بينهم. ما زال ما كان حتخبر ولا ولا ما حتخبر عليه. هذا غدوة غدوة بريتاح. أين هما؟ هل هما في عداد الموتى أم الجرحى أم المفقودين؟ الحاجة اللي مقلقتنا هي اللي هذا الصمت هذا من تعرف السلطات تاعنا اللي ممثلين هي البعثة. اللي ما عيطوا احنا فيه 12 يوم ما خلينا حتى بلاصة، ولاد الحاج والحاجة اليوم ما كان حتى خبر. كان اللي مات، كان اللي راهو مجروح في في في, في السبيطار، والمفقود هذا ما صراتش حمله ولا صرات زنزله ولا صرا مثال قال تفقد، وين راح؟ كانوا عايشين يعطونا يالو، كان خبر ويطمنون عليهم. 11 يوم ما شفنا لا رقاد لا ماكله لا شرب، طمنونا ويا امة محمد حسوا بينا وجزاكم على وجزا اجركم على الله ان شاء الله. سبل البحث كلها استنفذت، حتى مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صور الحاج وزوجته سويعات فقط عقب تلقي النبأ، والرجاء هو جديد أو خبر مفرح قبل الموعد الرسمي لعودتهما والمقرر في 5 أكتوبر. يبعثوا لي تصاور، يبعثوا لي فيديو نشوف حاجة اللي ما نشوفهاش أنا، هما يبعثوها لي نشوفها بلا ما يعطيهم الصحة، وإن شاء الله يا ربي يسمعنا أخبار الخير. البعثة والحماية المدنية هم اللي هم يبحثوا عليهم، وكاين كاين خمسة هذوك اللي سيميرو مور على حسب المعلومات اللي جاتني عند المندوب تاعي اللي رسلتو، خمسة من اللي سيميرو مور مازال ما حلوهمش كاع اللي في الموتى، وكاين واحد المنطقة يسموها المعيصم هذه اللي حطوا فيها الصور كاع تاع المستشفيات الناس اللي جاهم اللي يعرفوا الهوية تاعهم، ولا يومين نروحوا ليها وندوروا على المستشفيات. كاين تاع الحماية المدنية ثاني كانوا يدوروا تاع الجزائر. أمل كل العائلة هو بلا شك العودة، أو على الأقل تلقي نبأ يرد لهم بسمة غابت عنهم 12 يوما، أمل لن يكلل إلا بتدخل جاد من مسؤولي البعثة وتضافر للجهود. فهل ستتحرك السواعد؟